الفنيه آه. بس هنرجع لها تاني آه. ونخش على جزئيه اداريه شويه. وشفت ازاي طبعا احاله القضيه بتاعت ضياع الكؤوس والميداليات للنائب العام اللي حولها لنيابه الاموال العامه. شايف السيركل ده ازاي او الدايره دي ازاي، وايه توقعاتك للخروج، النتائج اللي ممكن نخرج بيها يعني. طب هو السؤال لماذا الان؟ ليه الان اتفتح الموضوع ده؟ طب قول لنا يعني انت وجهه نظرك. انا بسال ليه اتفتح الموضوع ده دلوقتي؟ طب هل الكؤوس دي سرقت دلوقتي؟ يعني مثلا معلش اختفت دلوقتي؟ لا ما اختفتش دلوقتي، ده هو بيقول لك من 2013. العنوان الرئيسي للموضوع ده هو صراع ما بين المجلس القديم واللجنه الخماسيه. او فسرها ما بين هنا بوريده وبين اللجنه الخماسيه. صراع ما بين اللجنه الخماسيه والبشمهندس هاني بين الاثنين، يعني في صراع بين الاثنين واضح. ايه بقى نتيجه إيه الموضوع؟ ايه بقى الموضوع الصراع؟ على ما يبدو في اتهامات انه احد المقربين من هاني سرب خطاب الفيفا البطاقه اللي فيه اللجنه الخماسيه باجراء الانتخابات وكذا وكذا وكذا. الخطاب ده جه ومحدش يعرفه. تم تسريبه للاعلام. الخطاب الموجه من الفيفا للجنه الخماسيه ان لازم يكون لازم الانتخابات تبقى في نوفمبر والكلام ده يعمل. بالظبط. تم الخطاب ده وصل من نسخه هم الكلام اللي هو بيتقال ان هم بيقولوه مش احنا اللي بنقوله، انه تم تسريب الخطاب ده للاعلام وانه اهو خطاب يا جماعه والناس دي لازم تمشي بتعمل ايه قاعده ليه والكلام ده. اللجنه الخماسيه ماشيه متبعه مع مين؟ مع اللجنه الاولمبيه. قال اللجنه بيقول لازم نطبق القانون المصري، يعني ما فيش حاجه اسمها انتخابات في نوفمبر، لا مكملين والانتخابات ايه؟ هتبقى مع الدوره الاولمبيه. بعد الدوره الاولمبيه خلاص. الاولمبيه بتتكلم وطلع رئيس اللجنه الاولمبيه واتكلم واتكلم وقال لك لا احنا لازم نحترم القانون بتاعنا وبتاع، ما فيش حاجه اسمها اتحاد يجي لمده سنه والامور تمشي ولا بس دي لجنه مؤقته من الفيفا. من الفيفا مين اللي بيساندها حضرتك؟ اللجنه الاولمبيه. ما حضرتك خلاص قال لك انت احنا الاتحاد اللجنه الاولمبيه التي في بالي ان الاتحاد كره القدم تابع للجنه الاولمبيه. ايوه فلا بد ان ينطبق عليه شروط مين؟ قانون الرياضه المصري، انه كل الانتخابات وكل شيء يتم تبع مين؟ تبع قانون الرياضه. ما تخرجش عن الدائره دي. وده اتبعت في خطاب رسمي للفيفا وتقال لهم الكلام ده لابد من احترام قانون البلد. يعني عاوز اقول لك ايه، هناك صراع من جبهتين. فردا على تسريب هذا الخطاب ارمي لك الورقه دي، فين الكؤوس؟ ايوه بس الخطاب اللي اتباع. ما انا بكلمك يعني انت عشان سربت ده سربت ده طبعا. فين الكؤوس؟ ده الكلام اللي بيتقال. فين الكؤوس؟ طب هم كاس واحد؟ لا ده 24 كاس. 24 كاس 24 كاس وميداليات ودروع خيريه وتيشيرت المنتخب مع تطوره على مدار في حاجات كتيره تم جردها في مصيبه. عشان كده لما حصل تم اللجنه جردت بتاعت لجنه وزاره الرياضه تم تحويل الموضوع للنائب العام على طول. طب ده هو على فكره السؤال وتحويل النائب العام ونبقى حال الامر نيابه الاموال العامه، رغم انه دلوقتي كمان ايه محاول الزج ناس موظفين داخل الاتحاد تحملهم مسؤوليه. اعتقد الامر لا في لبس في يعني عاوز اقول لك حاجه، ده فصل جديد من فصول اللي هيبقى عليها كلام في الايام اللي جايه دي. يعني كله هيترقب وهينتظر قرار النيابه العامه. ده تحليل اللي انا بقوله ده تحليل الشارع. ها شارع الجبلايه يعني ايه؟ خمسه شارع المعلومات خمسه شارع خمسه شارع ده ايه يعني؟ ده تحليل اللي هو ايه الكلام اللي بيتقال. يعني انت يعني ايه دخلتني في ديب هدخلك في ديب. انا بكلمك انا بقول لك ايه ده نوع من انواع ايه الصراع. عملت كده هرد عليك بكده. طب خلاص انا بس انا كده اهي خلاص ما دام انت عملت كده فانا خلاص بقى انا بقول لك اهو ده انا هعملك ده انا مش هخليك تخش انتخابات خالص اصلا. طب بعيد عن الصراع ده برضو خلينا نتكلم. انا وهخرج نفسي من الصراعات هتكلم كواحد من الشارع واحد بيحب مصر. يعني خلينا من